المده الاخرى كل خدمنا على لونغ تيرم دو ماتش وتحدثنا. اليوم الحمد لله معناها الاداء والنتيجه معناها 20 مينوت براتيكمون 25 مينوت سيطرنا وسجلنا براتيكمون 3 بيوت. نتصور نادي راس فيقس يتخلى مليح في المباراه هذاك اللي صعب مباراه على الملعب التونسي اللي جاء معناها حب يلعب معناها الهجوم ولعب بخطه هجوميه. لكن اليوم شفنا ملعبيه نادي راس فيقس مالغري معناها التعب ومالغري معناها اللي فما جروب كانت بعيده بوندون 15 جور ما كانتش موجوده معانا. شفنا معناها فولونتي كبيره, شفنا كيب كونسونتري, شفنا لي زونشينمون, شفنا لي موفمون. اليوم برشا حاجات نجحت اليوم في نادي راس فيقس اللي بالاريتي اونكور اون فوا اللي قاعدين نخدموا فيهم قاعدين نتحسنوا. لكن مازال تستنى فينا خدمه كبيره ياسر, مازال معناها تستنى فينا مباريات صعاب, ما فماش مباراة سهلة اليوم. لازمنا نخدموا على رواحنا من غضبة, نحطوا ساقينا على الأرض الناس كل نكملوا نخدموا وإن شاء الله بقدرة ربي فما كان خير. اليوم شات الفينيسيون والانتدابات مع تبدينا ندخل فيها بتي تبتي. اليوم دخل مراد وأشرف, اليوم أشرف كان ديسيزيف في باس وبونتو. مراد ما قصرش وحتى كي دخل بعد جاسم ما قصرش. معناتها بالمقابلات نسق بشكل قلت ربي معناتها الجروب كل يولي ميم نيفو سو لو بلون فيزيك, خاطر عندنا مشكله تو جوار تراجع من ليكيب ناسيونال عندهم معناتها بروبليم فيزيك مازالوا ما ريكوبيريوش. لي جوار جبناهم معناتها ريكروتي ثم جوارات كيما كينكليزي يدو معناتها فيزيكمون مازال بعيد برشا, معناتها قاعد يخضع ديجا اليوم ترينا, معناتها قاعد يترينا باش يخضع معناتها رميزه نيفو بارابور جروب. كيف كيف جاسم ان شاء الله معناتها بالاسبوع الجاي معناتها قلت ربي الجروب كله يقرب بعضه من الناحيه البدنيه. ولا يظل كيما تعرف الحاجه الباهي اللي في لي مامو فور نتاعنا عرفنا كيفان ماركيوه, كيما قلت لك حتى في لي مامو فيه بالحقيقه ما قبلناش. كيما قلت لك يظل ماتشات هذوما نتاع 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 اكسبيريونس بحكم ما فماش روندمون كبير مي الحمد لله ريزولتا مشات. كيما قلت لك الريوسيت اليوم الحقيقه مشات معنا بالكدا. وكيما تعرف كي تعمل الطام باي سهل عليك برشا اللعبه, ماركينا في وقت باي وبعد جا البونتو الثاني زاد في وقت باي. الجامي طاب بقينا نجيرو في اللعبه كيما تعرف بحكم ثم شويه تعب, مي هذا ما يعنيش اللي مازالت عندنا برشا خدمه قدامنا ونخليو ساقينا على القاعه ان شاء الله بقدر ربي القدم خير ان شاء الله. كل ماتش وماتشوش يبنا في نحن في العباد اللي قدامنا. يلزمنا نحن اول حاجه يلزمنا نحن معناها نحكموا في رواحنا. وكما قلت معناها يذول في البريود هذه كل ماتش بريس كوب يتسمى, وان شاء الله بقدر ربي ان شاء الله بقدر ربي من هنا لاخر سيزون نكونوا نقولوا نحن في البوديوم ان شاء الله.